السلام عليكم، تحية لسيتي زايو. قلت له اخويا واش غنقول لك، الخضره الغلا بزاف، الناس مقهوره بزاف كاع. انت السخاوي راه ما زيدي، معطيش غاليه، بطاطا الجلبان كل شيء غالي. الناس اخويا راه مقهوره بزاف. معطيش كاين اللي راه داير لها 12 درهم، اليوم دارت 28 في الصندوق اللي دارت، كاين اللي داير لها 12 درهم 11 10. حنا كنبيعوها ب 10 درهم، ما كنجمعوش كاع الفلوس ديال الصندوق ديال ماتيجا. الاسعار خويا اللي ضرب لي كانوا داروا الكاميونات راه عم سيدي، المازوت غالي والكرا دابا مثال الكرا زادوا في الكرا، وداك الشيء علاش زادوا الاخرى. هما الاسباب. الله، السوق فاشل اليوم، لا السوق ديال الاسبوعي ولا انا المركب. انت المركب خاوي كاع. المسؤولين اخويا واش غادي نقول لك، راهم كيشوفوا كل شيء، كيشوفوا بالشعب المغربي. نعم سي البطاله موجوده هي، راه بس الخدمه والو باش الناس غادي تعيش. كل شيء غالي، كل شيء غالي، راه بس الحوايج المواد غاليه، الخضره غاليه، الحوت غالي، اللحم غالي، والخدمه ما كايناش. الناس راه ضايعه على حسن العون، واش غادي تعيش هاد الناس. دابا الناس ولاو كيديو الرطوله ويديو النصوصه، راه مازال كيلو بطاطا، جوج كيلو، نص كيلو معطيشة. وما تشغل، انا حلفت مع تيجا والله ما ندخلها للدار، دايره 10 درهم ما نطيبوش اسيدي. الحاجه مين تغلب بلاد ما يديهاش ويهني السوق. ما تشغل، دايره 10 درهم بزاف. المشكل عاوداني يا استاذ كيوقع في المارشيات. دابا البيع والشراء دايرين بحال القماره، اللي كيقمروا مين كيكون مثال هو اللي داخل للسوق بوحدو، وانا عم سيدي ما كاينش الكاميونات اللي يتنافسوا معاه. كيدير الاثمنه خالي، نعم سيدي الراس، وكيزيد نعم سيدي في السلعه. والخضار كيشريو السلعه من المرشي غاليه، علاش كيكون بوحدو مثال في المرشي؟ ما كاينش اللي ينافسو. والمرشي عاوتاني خصاتو المراقبه ديالو، ما كاين لا المراقبه لا والو، بنادم كيبيع باش بغا. بحال البطاطا نعم سيدي، كيبقاو يشريوها الفلاح درهم درهم ونص، نعم كيستوكوها في فريكاوات نعم سيدي، كيخليو حتى كدير 4 درهم عاد كيخرجوها من فريكاوات. واحد الرساله كنوجهوها نعم سيدي العزاء خنوش، يشوف نعم سيدي رئيس الحكومه، يشوف هذا الشعب هذا اللي راه ضايع في هذا المغرب هذا، بهذا الغلاء هذا، كل شيء غالي. هو راه تسال المغرب، راه شاف نعم سيدي الفقراء كي عايشين في المغرب في بلادهم، شي عايش في الزنقه، شي عايش نعم سيدي في الزنك، شي عايش، والناس الخدمه والو، باش غادي تعيش هاد الناس هذا؟ باش غادي تعيش هاد الناس هذا اخويا؟ راه لا اله الا محمد رسول الله، الناس راه مدره في بلادها. واحد التحيه لهذا الشيء اللي غادي نقول.